The joint is fastened together using two bolts. Determine the required diameter of the bolts. If the failure shear stress for the bolts is tau fail equals 350 MPa. Use a factor of safety 2.5. احنا عندنا التاو allowable بيساوي ال P over A، بس احنا عندنا هنا مسمارين ودبل شير، يعني مسمار واحد عنده مستوى فوق ومستوى تحت، فالمسمار واحد عنده دبل شير، مسمارين يبقى 4 اري. التاو allowable اللي هو 350 في 10 أس 6 تقسيم 4، ال P 80 في 10 أس 3، ال A باي على 4 في دي سكوير، فالأربعة تروح مع الأربعة يتبقى لنا هنا تحت باي، يبقى قول 80 10 أس 3 ضرب، لأ هنا 2.5 قلنا، ضرب 2.5 الفاكتور اوف سيفتي تقسيم 360 اي 6، يبقى خلصنا من ده، تقسيم شيفت باي، ودي جت هنا. ناخد الجذر التربيعي للانسر، طلع الدايمتر بالمتر بوينت او 1.33 متر، او نضرب في 1000 يطلع 13 بوينت 3، خليها 13 مثلا ونص ملي متر، لان مش هتلاقي في السوق 13.3 من 10.